السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة دي ظهرت مع أحد الأصدقاء وهو شغال. الرسالة بتقول إيه؟ الريفت could not find a match pipe segment in pipe type standard copper. طيب المشكلة دي هنحلها إزاي؟ الحل بتاعها من ناحيتين، تمام؟ ممكن من ناحية، يعني ممكن نحلها من هنا وممكن نحلها من هنا. ممكن تيجي هنا وتروح رايح لقائمة سيستم، وتيجي هنا على السهم اللي جنب شفاك وتضغط، هتطلع لك القائمة دي، أو تدوس ام اس ميكانيكال سيتنج فهتفتح لك نفس القايمه، تمام؟ طيب هتروح للبايب سيتنج، وهتروح للسيجمنت اند سايز، وتشوف الكربون شغال بأني سايز. لو في سايز مش موجود ده ممكن يعمل مشكله. فلو في سايز مش موجود، يعني انت عمال ترسم بسايز اصغر من اللي موجود هنا او اكبر من اللي موجود تحت هنا في الاخر، فده ممكن يعمل لك مشكله. فلازم نكون متاكدين من السايز. ممكن تضيف سايز جديد، او ممكن تلغي سايز، او ممكن تلغيه من هنا انه تستخدم في السايزنج ولا لا، تمام؟ زي ما انت شايف في كوبر وفي كربون وفي وفي وفي، ومش كلهم بيبدا من نفس السايز، يعني بيختلفوا مع بعض حسب الكتالوج الاساسي اللي بنرسم بيه. طيب دي اول واحده وفهمنا نحلها ازاي، ودي كافيه ان انت تحل منها. الحاجه التانية، لو انت بدات ترسم بايب بي اي اهو، ممكن تيجي هنا عند الايديت تايب، بلاقي هنا روتينج بريفرنس، وبضغط على الايديت، فبلاقي ان انا عندي هنا البايب سيجمنت من المينيموم بتاعه كذا والماكسيمم كذا. ممكن تيجي هنا وتقول له انا هشتغل بقى كوبر من اول، مثلا هنا هنخليها 65، وهنا فوق 65 على طول اللي هو 80، تمام؟ لحد بقى الاخر وهكذا. فهمنا الفكره؟ وده برضو ممكن يمشي على بقيه الحاجات، يعني القلب هنا لو في اكتر من نوع ممكن تقول له بالسايز كذا للسايز كذا وهكذا، تمام؟ هتلاقي لان الملف ده مش كهروميكانيكال فمش جايب لي الفيتنج، انما لو ملف كهروميكانيكال بيبدا يطلع لي الفيتنج كلها، تمام؟ هنا ظهر لي البايب لان البايب سيستم فاميلي، فكويس ان احنا فهمنا الفرق. فنفس اللي انا بعمله هنا هينفع ان انت تعمله في كل الاختيارات اللي تحت. فانا ممكن اقول له كربون كذا، فيفاجئ ان انا الكربون اللي انا مختاره بيبدا من 80 ل 220، او في مشكله في الترقيم، فده اللي بيعمل لي رساله الخطا دي. وممكن تتجاهلها، لكن انا ما بحبش تتجاهل الرسائل حتى لو هي بسيطه، لان هتتجمع عليك وممكن تعمل لك مشكله كبيره. فحل المشكله واحده بواحده، تمام؟ اول ما تظهر لك تبدا تحلها. من قائمه مانج ممكن تقول له انا عايز اشوف المشاكل، الورنينج اهي، لو في مشاكل هتبدا تظهر معاك.